تراجع مع الدري ويلا نجي تراجع مع الدري وخصك تدير المدرسة بكري وقت خيبة هذا هو كنت كديه مو دابا مو قاش كدي وليت كدي انا خصك تمشي للخدمة خصك بزاف بزاف اخويا بزاف هاد الناس هادو بزاف اليوم كرفسونا هاد الناس هادو كرفسونا الناس كرفسونا الناس مازال حنا الرجال راه شوية كتمشي مرة كاين اللي مسكينة مرة غادا فهمتي تلقاو ليها بزاف بزاف هادشي بزاف اخويا كرفسونا والدراري الصغار كينوض بكري مسكين باقي ما كتنوضو غا بزز مينهوش لك كا كيتقلب عاد كتحلى لي السخونية ديال الناس كتنوضو الصحة وتجيبو المدرسة اخويا إلا نرجعونا هاد الناس هادو راه بزاف علينا بزاف شي بزاف شي لا ما يتقال بزاف إيه 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 الساعة القديمة وترجع الأمور كيما كان دابا بزاف هادشي شي من شي الله يحد الباس من هادي لهادي من هادي لهادي من هادي لهادي متابعة واخا داكشي كلشي والله ما يتسوقوا لي كان هادو والو ما يتسوقوا دير الاحتجاجات ديال اللي درتي ما يتسوقوش هادو داكشي اللي فراسهم كيطبقوه الفجر الفجر كتصلي الفجر ديالك يلاه كتراجع معاه كتفيقوا باش تراجع معاه كتفطروا وانت واحد انت انت واحد مشكل مشكل اخويا بزاف الله يهديهم هادشي نقول الله يهديهم الله يهديهم علينا راه حنا راه خرجوا علينا وخرجوا على كلش حتى اللي واحد دابا راه وحل بقى يرجع الله ويزيد قدامه حد انت كتشوف الدري دابا غادي راه خطر صاحبي هذاك الصغير خطر خطر صاحبي تلقى لي واحد واحد ولا يديه ولا شي حاجه مشكله الدري بيديك ولكن غتصبر انت خاصك تمشي تخدم خاصك تحل المحل خاصك بزاف الحوايج بزاف اخويا عذاب شديد السبعة راه صعيبة على الدراري دابا مازال السبعة راه مجي مازال واحد شوية د الوقت غتجي مع السبعة تخرج من الدار والظلام تبارك الله خرجوا في الظلام الدراري على الدراري ما أنا كنفيق بكري أنا كنفيق بكري قبل الفجر كنفيق ولكن الدراري بزز باش كيفيقوا قلت له الساعة القديمة مزيانة الساعة القديمة مزيانة بزاف كتقطع الدراري بزاف بحال دابا هذا الله الثاني صعيب بزز باش كيفيقوا صعيبة نقول الحكومة ما كرهناش يبدلوا الساعة يردوها قديمة يعني ما كرهنا بالله علينا مي والله العظيم ما نكذب عليكم ما تنجامل حتى شي واحد اللي كنطلبوا من السيد الوزير ديال التعليم باش يعطي التعليمات ديالهم ويعاودوا النظر في هذا الوقت ديال الساعة ديال الدخول المدرسي راه الوليدات كيتموا غادي للمدرسة ناعسين ترانسبورات غادي ناعسين والدري غادي بيه مشاده في غدا بين المدرسه هالشكوره في ظهره غادي ناعس تيكمع المراه كتضربو باش يوصل للمدرسه كيفاش الدري غادي يقرا كيفاش الدري غيكون الدماغ ديالو محلول هو غادي في الظلام حنا اللي كنطلبوا منكم عاودوا النظر في هذا الوقت راه الوليدات ما غاديش يقراو غيتشردوا الا ما عاودتوش النظر في هذا الوقت ديال الساعه لان كنشوفوا الظلام والدري غادي والمشكل ثاني يزيدوا هاد الشيء اللي كاين ديال الترانسبور كيفاش الترانسبور غيوصلوا الطريق لامبوتياج الطريق الدري الدراري كيوصلوا ناعسين من المدرسه عا كيدخلوا كيفاش غيديروا كيفاش حنا اللي كبار وكنتقهروا لا حسك الولد صغير غتقول يلاه المدرسه وبابا نوض 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 كتغسل ليه كتخم جاره بشكارته راه لا يعقل باش غيوصل للمدرسه وغيكون دماغه مفتوح راه كيوصل ناعس حنا تنطلبوا منكم عاودوا النظافه في التوقيت الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير عاودوا النظر لان راه الوليدات صغيورين ودابا جايه الليالي والبرد راه غادي يشدهم الزر حنا كنشوفوا التوقيت راه ما مناسبش الله يرحم بها الوالدين